ولكن نعمل ايه؟ نعمل كذا حاجه. نمبر 1 ايوه اهتم باسرتي، اهتم اشتغل على الجواز بتاعك، مش الدكتور اشرف، اي حد مستمع، انت اهتمي بجوزك، في مشاكل نحاول نقللها ونناقشها بعيدا عن الاولاد. لو في مشاكل جامده قوي اشوف كونسلر او اقرا كتاب او اخش تو جيت ايديوكيتد. احنا حضرتك مشكلتنا ايه في المجتمع الشرق اوسطي؟ اي انسان يا بروفيشنال زي الدكتور او هاندي مان، اوكي، يا اما يذاكر وياخد امتحانات ولايسنس ويدرس، اوكي، ويدفع انشورنس مال براكت كل سنه عشان يبقى بروفيشنال بيرسون، سي بي اي، دكتور اسنان، بيطري، اند سو اون، او حد اتعلم المهنه، مبيض، كهربائي، بتاع ميكانيكي سياره، اند سو اون. اوكي، بنعمل كده في كل حاجه ما عدا اهم حاجتين. ايه هما؟ الاسره والاطفال. الجواز والتربيه الاطفال. يس. الجواز بالحسن النيه، هي اموره وحلوه وهو بيعمل قرشين وبنحب بعض، جميل، you have to have this feeling، okay. بس انت متجوز عايز تعمل ايه؟ هتحقق ايه من الجواز؟ مش عارف الهدف ايه. الهدف مش عارف. اوكي، طيب دلوقتي ربنا بعت لنا ولد وبنت، هنربيهم ازاي؟ ناكلهم ونوديهم المدرسه؟ هو ده اللي عارفه، ده المفهوم الشرق الاوسطي. فاهتم بالاسره، نمبر 1. نمبر 2، في الجامع والمعبد اليهودي، لو في معابد يهوديه، وفي الكنيسه، لابد من كورس هيلثي سيكشواليتي. هيلثي سيكشواليتي في الكنيسه يبقى هيلثي كريستيان سيكشواليتي. تعاملنا مع المواضيع دي في الباست بالسايلنس والافويدنس، بالصمت والتجنب. يس. اتكلم عن الطهاره، مهمه، العفه مهمه جدا، البتوليه طبعا لبعض الناس مدعوين البتوليه، الرهبنه، دول اللي عايشين بصلواتهم، ولكن للرجل العادي والست العاديه اللي زينا ده هيتزوج وربنا جايز يديله اولاد، ما كانش فيه اعداد. احنا بنخبط في بعض واللي يحصل. وفي المجلس الاكليريكي حضرتك بتروح مشاكل ملهاش. فهيلثي سيكشواليتي، المستمع اللي عايز يخش على كنيسة ماري يوحنا بويست كوفينا، سانت جان ويست كوفينا، في سلسلة تربية أطفال أنا خدت بركتها، 5 حلقات، كل حلقة يوم سبت 4 ساعات. لو ما عندكش وقت امشي بسرعة، روح لآخر محاضرة، فترة الحمل وفترة المهد وفترة كيندر جاردن وفترة ابتدائي وفترة المراهقة. مش دي نفس المحاضرات اللي على قناتنا هنا؟ ايوه. دي نفس موجودة. اللي موجودة عندنا على اليوتيوب بتاعنا. تعرفي يخشوا ازاي؟ يخشوا على يوتيوب وبتتذاع هنا. وبتتذاع على الشاشة كمان. في ناس يقول لك انا اقعد اسمع 4 ساعات ما عنديش وقت، اي اندرستاند. اخر محاضرة التربية الجنسية المسيحية للمرحلة دي، ابتداء من مرحلة الحمل. في ناس يقول لك عامل ده هو جوه، اسمع وشوف الاخطاء اللي بنعملها. فنمره 1 اهتم باسرتي، نمره 2 تربيه جنسيه مسيحيه، نمره 3 اما تيجي سيره الناس ديت يا ريت نقول حاجه خفيفه فيها حب فيها تعاطف، لان ايه الشباب بتاعنا لما يسمع ايه ده بابا بيكره المثليين، الشذوذ عندهم شذوذ وحشين، يقول لك بابا ده بتاع الكنيسه بيحضر يوم الاحد، بتاع المحبه، بتاع don't judge others، ومع ذلك بيكره. ما انا حب وبيكره، هم معلمينه كده. don't judge others. don't judge others يعني ايه؟ يعني اي حاجه صح. لا غلط، المسيح ما يقصدش بيها كده. ولكن ممكن اقول ايه؟ يا مايك ابني، بابا ليه المدرس بتاعي عنده صاحبه عايش معاه في المدرسه؟ ده كتير قوي. اقول له يا بابا، في بعض الشباب في اثناء تربيتهم في الطفوله حصلت لهم حاجات بحيث يخليهم منجذبين لنفس الجنس. نشكر ربنا ان احنا في اسرتنا، انا متجوز ماما، الاموره ديت هديه من عند ربنا، او ماما تقول على بابا. طبعا نرجو ان يكون الوسط الزيجي سعيد في البيت عشان يبقى جذاب في اللاشعور بتاع الطفل. فحتى لو المدرس شكله حلو قوي، وسيم بتاع بادي بيلدر وصاحبه كده، ده ما يجذبنيش.
لان المثال اللي شفته في البيت انجوي ممتع بابا وماما جميل. طيب فارجو يا دكتور اشرف يكون في بعض الاجابات يعني انا عايز امشي عشان اوري الكنيسه القبطيه عملت ايه. انا لسه عايزه اسالك عن الكنيسه القبطيه عملت شغل. طيب انا هقول هنا على ويب سايت نخش عليها. الاولاني دوت جول 225 لما تخش عليه في كذا لغه منها العربي. اوكي انا عارف المستمع بتاعنا موستلي ارابيك سبيكينج, مش كل الكتب فيه منها عربي, مش كل الويب سايت فيها عربي انفورشنتلي, بس ده فيه منه بالعربي ومحاضرات وتعمل ايه واسباب الجنسيه اسباب الانجذاب لنفس الجنس بجميع اللغات. اللي هو ايه بقى؟ جول بعد اذنك يا مينا 225. اه هو ده جو 225. اه لان يوئيل 225 ايه عن تغيير القلب. يوئيل اصحاح 2 ايه 25. اوكي فسموا الويب سايت جول 225. اوكي في كمان ده المكان بتاعه سوري جول 225.org ودي سبورت جروب فور مين. لما بتخش مش عايزين عنوانك ايه والسوشيال سيكيورتي, لو عايز تقول لهم انا اسمي مايك اسمك اي حاجه, كل الحاجات دي كونفيدنشال وممنوع تتناقش بره المجموعه دي للرجاله اللي بتعاني. في رجاله قبلوا الهوموسيكشواليتي بس عايز يتخلص منها, وفي واحد لسه بيصارع. اوكي بس عنده الجاذبيه مش غلطته ما نموتهوش. اوكي وفي هنا للبيرسونز اللي عنده اس اس اي وعايز يتغير اتش اي دوت اف اس, مش شايفها عنده اتش اي داش ام سوري داش اف اس دوت اورج. الاتش اي هي دي هوموسيكشوال انونيمس. ايوه ايوه زي الكهرباء اللي هي اخر واحده. ايوه اتش اي داش ايوه دي fs.org/. طب نكمل ان في حاجات تانية. دول البيرنتس اللي عندهم ولد او بنت.